أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا في انتخابات الإعادة التي تشهدها البلاد لاختيار أعضاء البرلمان التركي. وبدأت اللجان فرز الأصوات بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات. وقال مراسل التلفزيون العربي إن عملية الانتخابية جرت بسلاسة حيث لم يسجل حدوث أي خروقات. ويتنافس في الانتخابات 16 حزبا أبرزهم أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية. وعرفت مكاتب الاقتراع إقبالا كبيرا حسب ما عاينه مراسلون في تركيا في انتظار الإعلان عن النتائج تدريجيا. ومعنا من ديار بكر جنوب شرقي تركيا مفادنا إلى هناك عدنان الظاهر للمزيد من التفاصيل. عدنان، إذن يوم انتخابي صاخب في تركيا وإقبال غير مسبوق كما وصفه البعض على مراكز الاقتراع، هل من ورود لنتائج حول ما أفرزه هذا اليوم الانتخابي من نتائج خاصة في اسطنبول وفي باقي الأنحاء التركية؟ نعم، في الحقيقة عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة في عموم تركيا. هناك نتائج أولية تمت حتى الآن فرز ما يقارب من 69% من مجموع الأصوات في عموم تركيا. هذه المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة والتنمية على باقي الأحزاب السياسية بنسبة أصوات بلغت 49%، يليه حزب الشعب الجمهوري ثم الحركة القومية ثم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. بالنسبة لنسبة الإقبال على التصويت، فعلا هي وصفت بإقبال كبير. المؤشرات تشير إلى أن نسبة الإقبال بلغت حوالي 90% في عموم البلاد. فيما يخص مدينة ديار بكر حيث نتواجد نحن الآن، نسبة الإقبال فيها بلغت 85%. حتى الآن تم فرز أصوات 69% من مجموع الصناديق الاقتراع. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يتقدم على باقي الأحزاب هنا، لا سيما أن هذه المدينة تعتبر أحد معاقله. هذا الحزب حتى الآن حصل على نسبة أصوات بلغت 69%، يليه حزب العدالة والتنمية بنسبة أصوات بلغت 24%. ربما عملية فرز الأصوات ستستمر لثلاث ساعات قادمة، بعدها ربما سيتم انتهاء فرز الأصوات في عموم البلاد وسيكون هناك نتائج ربما نستطيع أن نقول أنها نهائية. فيما يخص ديار بكر، ربما هذه النتيجة لم تخالف التوقعات. الحزب حقق في انتخابات حزيران يونيو الماضي نسبة أصوات بلغت 77.7%. ربما السيناريو يتكرر في هذه الانتخابات أيضا، لا سيما أن البلاد تشهد استقطاب حاد ونبرة عالية في الخطاب القومي لا سيما من الطرف الكردي. شكرا جزيلا لك عدنان الظاهر، سوف نتابع معك أولا بأول نتائج الانتخابات التركية. كنت معنا من ديار بكر.